وللمزيد ينضم إلينا السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق. سعادة السفير، تحية لحضرتك. يعني زيارة شديدة الأهمية للرئيس السيسي إلى ألمانيا، كيف تراها أولا على المستوى الثنائي وعلى صعيد المشاركة المصرية في حوار بطرسبرغ للمناخ؟ احنا لازم يعني نقر بان العلاقه المصريه الالمانيه هي علاقه دائما كانت مستقره. المانيا شريك اساسي في عمليه التنميه في مصر منذ تولي فخامه الرئيس سيسي، وهو يعني دائما كان حريص على انه يشرك الشركات الالمانيه في قطاعات كثيره جدا من قطاعات التنميه، سواء كانت بنيه تحتيه او كهرباء او طاقه او غيرها من القطاعات اللي بتهم الانسان المصري. وبالتالي احتلت المانيا يعني مكانه مميزه في هذا الاطار. ايضا ما ننساش ان السائح الالماني دائما بيكون يعني له او مصر مقصد سياحي هام بالنسبه له، وبالتالي ده ايضا احد يعني الموضوعات الثنائيه اللي ما بين البلدين، ان احنا دائما بنحرص على تنميتها. طبعا حضرتك الاطار الجديد اللي هو اضيف على العلاقه موضوع الحوار والمنصه الدوليه اللي انشاتها المانيا منذ عام 2009 للحوار حول موضوع تغير المناخ، على اعتبار ان ده يعني خطر كبير بيهدد العالم باسره وكل الدول. طبعا مصر نجحت في انها يعني تستضيف القمه القادمه كوب 27 في شرم الشيخ، وبالتالي هذا الحوار اعتقد بيكون تمهيد جيد جدا للوضع رؤى واستنتاج بعض المخرجات اللي ممكن تخرج عن هذه القمه في نوفمبر. وبالتالي يعني هذا الحوار انا اراه ان هو خطوه اساسيه في نجاح قمه شرم الشيخ ان شاء الله في نوفمبر القادم. العلاقه المصريه الالمانيه علاقه يعني راسخه وبتتقدم دائما وبتغطي بلدات مصر. سعادة السفير، يعني رئاسة مصرية ألمانية مشتركة في حوار بطرسبرغ، يعني كيف يمكن لألمانيا ومصر أن تسهم في إنجاح مؤتمر كوب 27 المرتقب في شهر نوفمبر المقبل في شرم الشيخ للخروج ب يعني قرارات قابلة للتطبيق على أرض الواقع تساهم في يعني تقليل من تداعيات تدهور المناخ على مستوى العالم؟ يعني حضرتك الائتلاف الحاكم الان في المانيا هو ائتلاف معني يعني كثيرا بموضوع تغير المناخ، على اساس ان في مشاركه من حزب الخضر، ويمكن وزيره الخارجيه الالمانيه هي تنتمي الى حزب الخضر ولها اهتمامات خاصه بهذا الامر اللي هو الحفاظ على البيئه والدخول في عمليات الطاقه النظيفه. فبالتالي انا بشوف انه المانيا لها اهتمام رئيسي في نجاح القمه القادمه، وبالتالي العمل المشترك بين مصر والمانيا انا بعتبره ان هو يعني هيكون الاساس في وضع القمه في اطار قرارات تنفيذيه وليست مجرد يعني وعود وتعهدات من الدول الكبرى. فاشوف انه هذا الحوار اعتقد ان هو هيكون مقدمه جيده لوضع اسس النجاح لقمه شرم الشيخ، لان المانيا زي ما قلت لحضرتك هي معنيه منذ فتره طويله، ويمكن حضرتك تعرفي ان هم كانوا ناويين يغلقوا كل المفاعلات الطاقه النوويه، ولكن طبعا بعد ظروف الحرب في اوكرانيا هيكون في خطط اخرى، لانه في امتداد الطاقه بالنسبه لهم هتكون يعني طبعا متاثره. وده يمكن يكون برضو احد الموضوعات اللي ممكن تناقش في القمه المصريه مع الالمانيه مع المستشار الالماني. بالمناسبه السيد الرئيس اول مره يقابله بعد توجيه المستشاريه، لكن قبله طبعا قبل كده كنائب للسيده ميركل عندما كانت مستشار الالماني. وبالتالي موضوع الطاقه ايضا هيكون يمكن محل بحث ومحل دراسه، ازاي ان احنا نكون يعني دوله تستفيد منها الدول الاوروبيه، لان سيادتك عارفه ان في الان توصيل الكهرباء لليونان وقبرص، وبالتالي احنا وصلنا الى يعني بعض الدول في جنوب في شمال البحر المتوسط، ده ممكن يكون بدايه للنظر في امداد بعض الدول الاوروبيه الاخرى بانواع مختلفه من الطاقه، لان الطاقه اصبحت محل صراع في العالم كله. زي ما قلت حضرتك في لقاء للسيد الرئيس مع المستشار الالماني اولاف تشولز، هناك ايضا لقاءات اخرى للسيد الرئيس مع كبار المسؤولين الالمان على هامش يعني هذه الفعاليه. اولا كيف ترى يعني اهميه هذه اللقاءات في ظل الازمه الاقتصاديه العالميه الراهنه، وكيف يمكن
ممكن أن يكون هناك مشروعات أو تعاون مستقبلي بين مصر وألمانيا في مجالات عدة غير الطاقة؟ احنا بنتكلم على صناعات عديدة ألمانيا بتتعاون فيها مع مصر. يعني حضرتك بدراسة الزيارات السابقة لفخامة الرئيس لألمانيا، حضرتك هتلاقي إنه في جزء دايما كبير جدا من الزيارة بيخصص للالتقاء برجال الاقتصاد ورجال الأعمال والشركات الكبرى الألمانية، وفعلا الشركات الألمانية بتجد في مصر بيئة صالحة للعمل، وأعتقد إن هي قدمت الكثير لمصر وخاصة في مجال الكهرباء والطاقة النظيفة في مصر. فبالتالي أنا بشوف إن السيد الرئيس هيكون طبعا بهذا الاهتمام منصب في الزيارة ايضا، وهيحاول ان هو يوسع مجالات التعاون، ولكن يجب ان احنا نضع في الاعتبار انه العالم كله بيعاني اقتصاديا من الان، وده بيقلص من قدرات بعض الدول على العمل داخل حدودها، وبالتالي قد يعني ينظروا الى الخروج خارج الحدود ويصلوا الى دول فيها قدر كبير من الاستقرار زي مصر وفيها مناخ ملائم للعمل، وبالتالي احنا عندنا فرصه يعني سانحه ان احنا نزود او نوسع من في اطار العلاقات الثنائيه الخاصة بالمجال الاقتصادي والمجال التنموي. أشكرك جزيل الشكر سعادة السفير محمد عرابي وزير الخارجية الأسبق.